بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الامتحان رقم 8 من كتاب A1 Treasure. طبعا ده آخر الامتحانات الجزئية، كل الامتحانات اللي بعد كده هتكون امتحانات شاملة على المنهج كامل. ده الامتحان الجزئي الأخير على الوحدات من 7 ل 12، هو رقم 8 في سلسلة الامتحانات اللي بدأنا نحلها مع بعض. أول سؤال معانا بيقول لك I think the exam is A for me to have a good chance to of passing. الامتحان ده بيكون ايه بالنسبه لي؟ ان انا اخد فرصه كويسه في اني اجتاز. طبعا ايزي تو دي غلط، انت اصلا ساعه ما تشوفها كده تحكم انها غلط. ليه؟ لان انت عارف ان المفروض ان احنا بنستخدم تو وبعدها الصفه، هنا جاب صفه وبعدين تو، فتروح مستبعدها من غير ما تفكر فيها. الحاجه الثانيه ساتش لما نجيب بعدها صفه على طول يبقى انا عايز بعدها اسم، وهنا قدامك فور مي تو يعني مفيش اصلا ذات، يبقى تستبعد دي لانك عايز بعد صفه واسم ذات. طيب هارد انف صفه وبعدين انف افكر فيها، صفه وبعدين انف افكر فيها. حلو، الامتحان ده بالنسبه لي بيكون ايه؟ عشان كده انا هحصل على درجه كويسه يبقى ايزي انف، يبقى امتحان سهل بالنسبه لي لدرجه ان انا هحصل على درجه كويسه. طب ليه ما ناخدش هارد انف؟ ما ينفعش تقول الامتحان ده بالنسبه لي صعب لدرجه ان انا هحصل على درجه كويسه، مش منطق. children with downs ايه؟ طبعا داون سيندروم دي ما فيهاش اي اطلاقا اي مشكله ولا تفكير. طب الجمله الثالثه despite this her disability، برغم اعاقتها she does her duties as a secretary in a not normal way، بطريقه ايه؟ انا عايزك تفهم الحته دي عشان احنا قلناها قبل كده مره وهنقولها تاني. دايما لما يكون معاك صفه، الصفه فكر ان هي يجي قبلها ظرف. حلو، فلما اقول لك ان ا بيرفكت واي يعني طريقه ممتازه، كلمه واي اسم فخدنا قبل الاسم صفه، يبقى الاسم يكون معاه صفه توصفه. لكن انت بقى لما تيجي تقول لي بيرفكتلي بيرفكتلي جود واي بطريقه جيده بشكل متقن، يعني بالصفه عايز قبلها ظرف. طيب هو ده اللي احنا مطلوب من ان احنا نعمله في الجمله دي. الراجل بيقول لك ان هي برغم اعاقتها هي بتعرف تؤدي المهام بتاعتها كسكرتيره نورمال، طبيعي صفه، وصفه عايزه قبلها ظرف، فستك بتروح مختار الظرف من بين الاختيارات اللي هو بيرفكتلي، والجمله على بعضها ان ا بيرفكتلي نورمال واي بطريقه طبيعيه بشكل ممتاز. The aim of a personal A is to explain why you are the best candidate for the job. بدايه في حاجه اسمها personal statement انت اكيد سمعت عنها في السي في. طيب تمارين السي في اللي كنا نزلناها كان جايب حاجه زي كده، بس فكره الموضوع ده كالتالي، ان اي سي في يا جماعه عباره عن جزئين اثنين، اي سي في في الدنيا بتكتبه عباره عن جزئين اثنين، السي في نفسه اللي انت بتكتبه اللي هو بيكون عباره عن ورقه كده مكتوب فيها، محطوط هنا صورتك فيها وبعدين اسمك ومؤهلاتك وسنك والوظيفه وكده يعني انت بتقدم ليها، وحاجه ثانيه كده عباره عن ورقه ثانيه، الورقه الثانيه دي اسمها بيرسونال ستيتمنت. يعني ايه بيرسونال ستيتمنت بقى؟ بيرسونال ستيتمنت الفكره بتاعتها كالتالي، انك انت بتكتب هنا عباره عن باراجراف بتشرح لهم فيه انت مين ومؤهلاتك ايه وايه يعني ليه نختارك انت من بين كل الناس، وليه انت شايف انك افضل واحد ممكن يشتغل معانا في الشركه دي. الكلام ده كله بنكتبه في حاجه اسمها بيرسونال ستيتمنت. طيب فهنا بقى في الجمله بيقول لك الهدف من البيرسونال ستيتمنت هو انك انت تثبت لنا انت ليه افضل واحد. I think I have eaten not I don't feel well. انا حاسس ان انا صحتي مش كويسه وحاسس ان انا تعبان، اعتقد ان انا اكلت ايه بقى؟ enough اكلت طعاما كافيا، ما هو الكافي من الشيء لا يضر. طيب تو ميني انت بتتكلم على الطعام، ما ينفعش ناخد ميني لان ميني بتيجي مع اسم يعد. طيب تو ماتش بتيجي مع الغير معدود، تو بيج يعني كبير جدا، فالطبيعي انك بتقول لي انا حاسس ان انا تعبان اصل انا اكلت كثير جدا من الطعام، فتو ماتش فود يعني. هي مانجد تو اوفركم ذا تشالنجز اوف هيز، هو تمكن من ان يتغلب على تحديات الاعاقه، يبقى هيز ديسابيلتي. على فكره كان ممكن اقول لك ذا تشالنجز اوف هيز ديسابيلتي، وكان ممكن برضه اقول لك اوف بينج ديسابلد، ديسابلد يعني بكونه معاقا. More than 500 people are believed not because of yesterday's earthquake. اكثر من 500 شخص يعتقد انهم ماتوا. فماتوا دي اولا ماضي، ثانيا معلوم، وانت عارف ان مع الماضي المعلوم بنستخدم تو هاف والباست بارتيسيبل، يبقى انا عايز تو هاف باست بارتيسيبل اللي هي دي. امال امتى ديت ناخدها؟ لو انت قلت لي ار بليف تو داي انهم يموتون او سيموتون. لكن ما ينفعش اقول لك ار بليف الدايت دي مستبعده تماما، ار بليف هاف دايت مستبعده تماما، يبقى تفكيرك انت في حاجه من الاثنين دول. انك تقول لي ار بليف تو هاف دايت يعتقدوا انهم ماتوا وده ماضي، ار بليف تو داي يعتقد انهم سيموتون وده مضارع او مستقبل. ذا ستاتشو ستاندز اون ان وات ذات از 3 مترز هاي. التمثال ده مبني على ايه؟ حوالي 3 متر ارتفاعا. طبعا التمثال بيكون مبني على قاعده، المفروض ان احنا ندور على كلمه بيز اللي معناها قاعده بس مش موجوده، فحط لك مكانها كلمه كولم اللي معناها عمود. يبقى التمثال مبني على عمود ارتفاعه 3 متر. هي ريكومندد ذات شي نوت. انت عارف ان ريكومند دي كنا حكينا موضوعها ونحكيه تاني سريعا. ريكومند ذات فاعل وبعدين مصدر، او ذات فاعل شد والفعل في المصدر.
حلو، او ريكومند، ريكومند مفعول وبعدين تو والفعل في المصدر، او انك تجيب لي ريكومند، ريكومند خد بالك بقى دي بدون مفعول، ولو انت جبتها لي بدون مفعول يبقى سيادتك بتستخدم الفعل مضاف له اي ان جي. ثلاث حالات، اي ريكومند ذات علي بلاي، اي ريكومند ذات علي شود بلاي، اي ريكومند علي تو بلاي، اي ريكومند بلاينج، لانك ما جبتش مفعول ما ذكرتش اسم بعدها. الجمله دي بقى الراجل بيحكي لك عن انهي حاله من الحالات دي، قال لك ريكومند ذات فاعل، فانت عايز مصدر وشود المصدر يبقى سي، وكان ينفع نستخدم برضه في الجمله دي شود سي، وكان ينفع الاثنين. طيب يو هاف اولويز سبويلد ثينجز فور مي، لطالما افسدت الاشياء بالنسبه لي. الناس اللي اظهر اللي بيسمعونا اللي قال الجمله دي كان مين؟ كان اورليك لما كان قالها لبيب. فبهم انت افسدت كل شيء بالنسبه الي. كلمه سبويلد يعني افسدت، معناها هنا روينت يعني افسدت او دمرت، امبروفد يعني حسنت، ريبليسد استبدلت، وبيد يعني دفعت. I don't know why he was late. أنا لا أعرف لماذا هو متأخر. خد بالك بقول لك I don't know، يعني هي فيها الموضوع في شك أو في احتمال. بما إن في احتمال فأنا أستبعد must. حلو؟ بما إن في شك أو احتمال يا مستر فأنا أفكر في واحدة من ثلاثة، يا إما may أو might أو could. طبعًا أنا عارف إن could والمصدر مع المضارع، could have والتصريف التالت مع الماضي. الراجل مديني might ومديني could، يبقى كده A and C. والجملة على بعضها أنا لا أعرف لماذا هو متأخر. ربما أنه نام أو يعني راحت عليه نومة overslept. طيب بعد كده personal foul، الفاول الشخصي was not committed by the player، الفاول ده اللي هو كسر فيه زميله كان تم ارتكابه ايه بواسطة اللعيب. اول حاجة كده deliberated معناها تعمد، deliberate يتعمد، deliberation التعمد، deliberately معناها بشكل متعمد. وانت اكيد انت كطالب شاطر يعني فاكر وعارف ان كلمة دي deliberately دي ممكن نحط مكانها on purpose، واكيد انت بتحل وانت مصحصح، ففاكر ان في كلمه عدت علينا كان في القطعه كان كانت اسمها بير، كان اسمها بير بي ديت يو بير بص لي، وكانت بتساوي برضو كلمه انتنشنالي. كل الكلمات دي بنفس المعنى، معناها متعمدا. فالراجل ده ارتكب بشكل متعمد، وانت اكيد عارف ان كلمه كوميتد يعني مرتكب، ديت صفه فعايز قبلها ظرف، نفس اللي كنا بنحكيه فوق. الجمله اللي بعدها the investigator asked me if I not any information about the accident، المحقق سألني إذا كنت أنا عندي أي معلومات عن الحادثة. لاحظ إن الجملة دي مفيش فيها ظرف، يعني إيه مفيش ظرف؟ يعني أنت بتروح رايح لفعل القول، شوف زمنه طلع زمنه ماضي فتفكر في ماضي، دي مش معانا ودي مش معانا. يا ترى was having أو had. الجملة بالعربي المحقق سألني إذا كان أنا عندي أي معلومات. الجملة أصلاً كانت بين الأقواس كانت do you have. حلو؟ الدو يو هاف دي مضارع، فلما نطلع بره هنحذف الفيرب تو دو وناخد الماضي من هاف اللي هي هاد. أكيد أنت فاهمني، لو أنت فاهم القاعدة. لو في قاعده مش مظبوطه معاك اسمع الفيديو الشرح انصحك. The old man was found guilty. طبعا الراجل وجد مذنبا ب assault and murder، بالهجوم والقتل يعني. وانت عارف ان كلمه was guilty of او found guilty of معناها متهم ب، انتبه دي ان في حروف جر مش منطقيه. زي مثلا تيك ريفنج اون، ما ينفعش نقول مثلا هي معناها ينتقم من، ما نقولش تيك ريفنج فروم. طيب guilty، guilty ما نقولش guilty with، احنا بنقول guilty of معناها متهم ب أو مذنب به. That was thoughtless of him. He not us. He wasn't coming. بقول لك الموضوع ده كان موضوع مش لطيف منه. هو كان ينبغي أن يخبرنا أنه سيأتي. يبقى should have told بمعنى كان يجب أن ولا أن يفعل شيئاً. 12 بقول لك the spectators not when the boxers entered the ring. المشاهدون هتفوا أكيد يعني شيرد، هتفوا عندما المصارع دخل الحلقة. طبعاً شوك يعني صدمة، وما تنساش أن كلمة شوك دي verb بمعنى يصدم، وأن شوك دي نون بمعنى صدمه، ومن غير ما ينفعش. اتشوبد معناها يقطع او قطع، وشيرد معناها شاركه او تشارك. في الجمله دي برضه ما تنساش ان احنا قلنا سبيك تا تور دي مفرد وليها جمع سبيكتاتورز، كلمه فيور مفرد وليها جمع اسمه فيورز، لكن اودينس هي زي ما هي كده ملهاش مفرد وملهاش جمع، هي زي ما هي كده بنعملها مفرد ونعملها جمع من غير ما نضيف لها السات او نحذف السات. رقم 17 بيقول لك which of the following is structurally correct، ايه من دول معمول لها ترقيم بشكل صحيح. She looks so tired she had been working hard all day. هو انا سالتك سؤال، هي ليه تعبانه؟ عشان هي بتشتغل طول اليوم. طب دي مضارع ولا ماضي؟ لا ده مضارع، فالمفروض الناحيه دي هنا يكون مضارع. هو مديني هاد يبقى ماضي فده غلط. طب she looks ده مضارع، الناحيه الثانيه قال لك she had worked برضه ماضي فده غلط. طب she looks مضارع والناحيه الثانيه has been working افكر فيها. شوف انا بقول لك مش قلت لك ده صح ولا لا، افكر فيها، اصف الاختيارات بحيث اعرف اختار كده على الروقان ودماغي تبقى عاليه. هنا looks والناحيه الثانيه قال لك would be، فطبعا ده غلط لان ده would الماضي من will فده كده باظت، يبقى الاجابه كده رقم C.
ومعنى الجملة على بعضها تبدو متعبة لأنها تعمل طوال اليوم. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 18، إيه من دول برضو correctly punctuated؟ You really should work harder أحمد. بص هقول لك أنت المفروض تشتغل باجتهاد يا أحمد، فده منادى المفروض، فكان المفروض أعمل كما وبعدين أحمد، والراجل ما عملش كده فده غلط. You really should work harder أحمد، كما وبعدين أحمد فده صح. طب يو ريلي وكما من غير اي ستين لازمه فده غلط، وهنا عامل لك كولون من غير لازمه يبقى ده غلط، يبقى الاجابه الصح رقم بي. يبقى احنا كده خدنا رقم بي. الجمله اللي بعدها، ايه من which of the following expressions introduce sequence؟ sequence يعني تتابع، يعني تتابع انك انت بتقول حاجه وبعدها حاجه وبعدها حاجه، اولا firstly secondly finally، دي التتابع فعلا رقم دي الاولى صح. in conclusion و lastly و in summary بستخدمهم برضه في التتابع. لما اجي اعمل تتابع انا يعني بكتب لك المقدمه وبعدين بعد كده اقول لك secondly و lastly وكده يعني، فدي برضه صح. on the other hand دي بستخدمها في الكونتراست، يعني ايه كونتراست؟ اللي هو التناقض. طيب يبقى كده ايه، عند بي دي غلط ودي غلط، يبقى الاجابات الصح كده اللي هي رقم سي ورقم دي. المفروض نعمل سي اند دي، بس خد بالك سي ودي اللي انا اخترتهم، اللي هي دي واللي هي دي. طيب ايه من دول is not good way to finish an email to a close friend؟ انا باعت ايميل لواحد صاحبي صديقي فاقول له سي يو سون، لان دي انفورمال. جود باي برضو انفورمال، شيرز انفورمال عادي، لكن يور سنسر لي دي في الفورمال ايميل. والراجل بيقول لك ايه ما ينفعش في الايميل اللي انت بعته لصاحبك اللي هو المفروض انفورمال، بس ما رضيش يقول لك ان هو انفورمال يعني مخبي عليك، يبقى كده يور سنسر لي. بعد كده بيقول لك في القطعه دي ميت اليسون لابر، تعال نقابل اليسون لابر. شي بينتس بيكتشرز فور ا ليفنج، بترسم رسومات عشان تعيش عليها يعني، بتبيعها وتكسب منها فلوس. But she is no ordinary painter. لكنها ليست رسامة عادية. For starters بالنسبة للمبتدئين she doesn't use her hands. أيام ما كانت مبتدئة يعني ما كانتش تستخدم إيديها. When she paints عندما ترسم she uses her mouth بتستخدم فمها. Alison was born without any arms and she has very short legs. ما عندهاش إيدين، ولدت بغير دراع، وكمان ما عندهاش وعندها رجلين قصيرة. خد بالك بقول لك was born without any legs، أو كان ممكن نقول with no legs بالمناسبة. Her physical disabilities caused her to spend the first 17 years of her life in a hospital. بقول لك إن إعاقتها دي سببت أو جعلتها تقضي حوالي أول 17 سنة في حياتها في المستشفى. خد بالك وأنت بتقرأ كده عايزك تقرأ بقلبك، ما تقرأش بس كده ببقك وتجري في الدنيا. الراجل هنا جاب لك cause وبعدين مفعول وبعدين to المصدر. على فكرة كان ممكن نشيل cause دي من هنا ونحط made ونشيل to، تبقى made her spend من غير to. المهم but this didn't stop her، لكن ذلك لم يوقفها لم يمنعها من تحقيق اهدافها في الحياه. She realized ادركت that even so she was disabled، ادركت انها معاقه، and there was no reason why she could not express herself as freely as normal people. قالت ان انا ما ينفعش اقعد كده، لازم اعبر عن نفسي زي الناس العاديين بالظبط. This was what got her to start drawing paintings، وده اللي خلاها تبدا ترسم رسومات. Although her disability limit her from living a normal life، برغم الإعاقة دي بتمنعها من انها تعيش حياة طبيعية. She never stopped thinking that she wasn't in any way inferior to others، لم تشعر ابدا بانها اقل او ادنى من الاخرين. Her paintings are quiet impressive، رسوماتها مؤثرة الى حد ما. And they do not look like they were drawn by someone who used her mouth، ولما تشوف الصورة ما تتوقعش ابدا ان اللي رسم الصورة دي رسمها بفمه. Alison continued to encourage، استمرت في تشجيع الاخرين عن طريق اخبارهم never to give up، ان لا يستسلموا ابدا. Hope of becoming successful، ان هم ما يتوقفوش عن املهم في انهم يكونوا ناجحين. Her positive attitude has inspired many disabled people throughout the world، الاتجاه الايجابي ده الهم ناس كتير في العالم كله، والناس كتير معاقين بقوا زيها. And will continue to do so in the future، وتستمر في ذلك في المستقبل. انا بسالك اول سؤال، the main idea of the passage is disabled people are very different from others، ان المعاقين مختلفين عن الاخرين. ما قارنش الراجل في القطعه المعاق عن العادي. Alison spent many years in hospital، هل القطعه دي هدفها ان يقول لك قضت سنوات في المستشفى؟ لا خالص. Alison positive attitude، ان اتجاهها الايجابي اثر على كثير من الناس المعاقين في العالم كله. تمام. Disabled people give up hope easily، ان الناس المعاقين بتخلوا عن اهدافهم بسهوله. ما قالش كده، يبقى الاجابه رقم سي. The best title for this passage، العنوان المناسب للقطعه دي ممكن يكون اول واحده Alison Lapper painter and inspirer، رسامه وملهمه. ينفع، انا مش ما قلتلكش صح، انا قلتلك ينفع، لازم اكمل الباقيين. physical disabilities in modern world، الاعاقات البدنيه في العالم الحديث، ما حكالكش عن انواع مختلفه من الاعاقه ولا حاجه. painting with your mouth only، ان ترسم بفمك فقط، ما قالكش ازاي تمسك القلم بسنانك وتعمل كده بلسانك، ما قالش. مزايا وعيوب ان تكون معاقا، برضه ما قالش كده، يبقى الاجابه فعلا رقم ايه، ان اليسون دي كانت رسامه وملهمه للاخرين. even though
she was disabled. برغم انها كانت معاقه, اليسون began painting because اليسون بدات ترسم لان اول واحده she needed more money, كانت محتاجه فلوس عشان تعيش, ما قالناش كده. other disabled people wanted her, المعاقين التانيين كانوا عايزينها ترسم لهم صور, برضه ما قالش كده. she wanted to express herself as freely, ايوه هو قال كده نصا, انها عايزه تعبر عن نفسها بشكل حر زيها زي الناس اللي مش معاقين. اليسون continues to encourage others by telling them, كانت بتشجع الاخرين عن طريق انها تخبرهم never to give up hope becoming successful, دي في السطر اللي قبل الاخير في القطعه. طيب when Alison, لما كانت Alison paints pictures she uses her, اللي كانت بتستخدم ايه لما تيجي ترسم, بتستخدم فمها زي ما قال لك لانها كانت معاقه. the closest synonym, اقرب كلمه للكلمه stop, stop يعني يوقف او يمنع, يبقى الكلمه اللي بتسويها prevent, عكسها الثلاثه دول. which prefix, ايه البريفيكس اللي بنستخدمه عشان نجيب عكس كلمه encourage يعني يشجع, عكسها discourage, بس خد بالك مش هنقول discourage, لا هنقول discourage. the underlined word quiet, quiet معناها الى حد ما, بنستخدمها بنستخدمها في الجمله كظرف. عايزك تعرف ان كلمه very, كلمه very وso وto وquiet اللي هي دي كل دول كده بستخدمهم كظرف adverbs. القطعة التانية بقول لك if you ask Americans what America's favorite pastime is, لو انت سألت الامريكيين ايه افضل حاجة بتسليهم, افضل يعني وسيلة تسلية بالنسبة لهم, most of them will not hesitate, سوف لا يتردد معظمهم في الاجابة بقوله baseball, لعبة البيسبول. البيسبول was first introduced in the 19th century, اول مرة ظهرت في القرن 19 by a soldier named Abner, معرفش ايه كده, تقدمت عن طريق واحد من الجنود. في البداية it was merely, كانت عبارة فقط عن a small sport اللي هي مين, البيسبول, كانت عبارة عن small sport enjoyed by only a few people, بيستمتع بها فقط عدد قليل من الناس. now there are 30 major league professional teams, عندهم دلوقتي حوالي 30 فريق محترف في لعبة البيسبول across the USA and Canada and there are many smaller teams, وفي فرق أصغر من كده بكتير. baseball is not a widely popular around the world, اللعبة دي مش منتشرة في العالم كله زي السكر اللي هي كرة القدم الفوتبول يعني. many Europeans don't even know the rules of the game, ما يعرفوش قوانين اللعبة. بالرغم من كده it's very popular in the Americans and the Far East, موجودة بشكل منتشر في أمريكا والشرق الأقصى. and it is beginning to gain popularity, بدأت تكسب شهرتها in many other countries, في دول مختلفة في العالم. The Sporting of 2006, a worldwide baseball championship, بطولة عقدت في 2006 ككأس العالم للعبة البيسبول, called the World Baseball Classic, WBC, was held in the United States to advertise the fun of baseball all over the world. بدأوا يعملوا اللعبة دي ويعملوا كأس عالم كده وبتاع وتلفزيونات عشان يخلوها منتشرة في العالم كله. من سوء الحظ, though not many countries participated in the game, مش دول كتيرة شاركت في اللعبة دي, آملين إن البيسبول will be one day accepted or be accepted by many other countries and will grow into truly global sport, هتنتشر في يوم من الايام في العالم كله مما هو مأمول يعني. القطعة دي بتحكي لك عن baseball was first made in 19th century, يعني القطعة كلها بيقول لك فعلا اللعبة دي انتشرت في القرن 19, ولا الكثير من الاوروبيين don't know the rules, ما يعرفوش قواعد اللعبة, ولا baseball will hopefully become truly global sport, ان اللعبة دي هتبقى منتشرة في يوم من الايام في العالم كله. the man who introduced the baseball with the soldier, انت لو عايز تحط اللعبة عنوان للقطعة دي هتحط لي ان اللعبة دي انتشرت ظهرت في القرن 19, ولا ان الاوروبيين ما يعرفوش قوانينها, ولا ان اللعبة المأمول انتشارها في العالم كله؟ اكيد اللعبة الاجابة دي رقم سي, اللعبة المأمول انتشارها في القرن في العالم كله قريبا. وتحكي بقى الهارد بيل بقى ده best title for this passage would be, يبقى الفكرة الأساسية قلناها, العنوان بقى المناسب the fun of baseball, المرح والمتعة بتاع اللعبة دي, ما قاليش قوانينها تعمل ايه وتلعب ازاي, ولا حكالك قصة حياة الواد اللي اسمه أبنر ده, ولا why baseball ليه مش مشهورة في العالم كله, ما قالكش. طيب there are, في كام major league, قالك 30 في القطعة. في 2006 ال WBC champions was held in, البطولة دي عقدوها فين, في الولايات المتحدة الأمريكية طبيعي. according to the passage, وفقا للقطعة, in it is not or is not very popular in, اللعبة دي مش منتشرة فين, وفقا للقطعة مش منتشرة في اوروبا, يبقى يوروب, لكن فار ايست موجودة وفي امريكا موجودة, ذا ميدل ايست الشرق الاوسط, ما جابش سيرة الشرق الاوسط, هو في قطعة قال لك في يوروب. بعد كده ذا underlined word, كلمة ايت بتشير لمين, قلنا ان هي بتشير للعبة من الاول البيسبول. كلمة بروفيشنال محترف, عكسها هاوي اللي اسمه اماتير اللي هو هاوي, يعني ايه هاوي, الراجل اللي بيلعب كورة بلعبة ببلاش, لكن ده محترف, ده شغلته اصلا بيلعبها وبياخد منها فلوس. The closest synonym, أقرب synonym لكلمة popularity اللي هي الشهرة, يبقى بتساوي فين؟ الشهرة برضو. بعد كده على جملتين الترجمة الحلوين, الجملة الأولانية رقم 37 إجابتها الصحيحة هي رقم B اللي هي B D. أول واحدة غلط عشان أقول لك لقد
توقفت العديد من، هو في الجمله قال لك many countries have imported، يعني شرعت او شرعت يعني سياسات. طيب او يعني مش شرعت، ده شرعت في اتخاذ سياسات، يعني بدات في اتخاذ سياسات. فرقم ايه دي كده توقفت، دي غلط. اللي بعدها بيقول لك في سياسات وقرارات، في الجمله اصلا قال لك programs برامج. في اللي بعدها تسعى الى تضييق نطاق، هو قال لك هنا seek to expand يعني توسيع، فدي اول واحده. الجمله الثانيه بيقول لك الاجابه فيها الصح رقم A اللي هي دي، رقم B غلط. مسؤول من مسؤولياتنا الحد من المشاركه، وفي الجمله اول لك to increase زياده او تزويد تزياده من هنا على بعض مستويات، في الجمله هنا قال لك in all levels في كل المستويات. الجمله اللي بعدها قال لك شراكه زياده المشاركه الجزئيه، في الجمله قال لك full الكليه، يبقى كده الجمله رقم ايه اللي صح. طيب بعد كده رقم 39، 39 الاجابه الصح رقم سي اللي هي دي صح. طيب الباقيين غلط عشان رقم ايه، وفي الجمله بيقول لك تشمل الجهود الراميه الى تحسين الزراعه، تحسين النظم، ما اعرفش كده، efforts made at improving، المفروض الراميه الى التي تهدف الى، يبقى ايه made at، فدي باظت. الثانيه هنا رقم بي at improve، بروف يعني يثبت، هو قال لك هنا تحسين يبقى improving، فدي باظت. طيب الجمله رقم دي الخطا فيها، قال لك improving culture تحسين الثقافه، في الجمله الاصليه قال لك تحسين الزراعه. الجمله الاخيره في الامتحان ده رقم 40، الاجابه الصح فيها رقم بي، بي اللي صح. الاولى غلط عشان قال لك ايه attention to rising، رايز يعني يرتفع، وقال لك هنا مزيد اهتمام لرفع، رفع يرفع يعني ريز، فطبعا ريزنج دي اللي صح. اللي بعدها قال لك ارايز معناها ينشا، وبريز معناها يثني على. وبكده خلصنا الامتحان ده، هو امتحان رقم 8. ان شاء الله رب العالمين اكيد حضرتك سمعت على القناه، لو انت بتسمع الفيديو ده فالطبيعي انك تكون سمعت كل الحروف اللي في كتاب، لو انت مشترك في المعاصر يعني كل الحروف اللي كتاب المعاصر اللي عدده ما اعرفش 600 جمله حاجه زي كده، واكيد سمعت التعريفات نزلت كامله، واكيد حليت 8 امتحانات خلال الشهر ده. لو انت ما كنتش عملت حاجه من دول حاول تراجع نفسك، طبعا وفقا للكتاب انت مشترك فيه يعني، حاول تراجع نفسك. بمجرد ما ينزل كتاب بوكلت المعاصر بتاع الامتحانات هنبدا فيه، وان شاء الله قبل ما ينزل هنكون خلصنا المعاصر. انا هنزل فيديوهات يوميا من كتاب المعاصر عشان نخلصه. الحاجه الاهم من ده كله سيادتك ان كتاب ماي فريند انا هحل لك منه امتحانات عشان تدوقه كده وتعرف ايه الفرق بين الكتب التانيه ومن كتاب ماي فريند، لان في ناس كتير بتبعت رسائل وانا لن اخذلهم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.